زي ما شفنا ان عيوب البولينج الناس بتحاول تتفاداها بانها تستخدم انتربتس عشان تكنترول الايه او تريسبوند للانبوت ايه انبوت اوتبوت. الفكره ان انت بيبقى عندك هاردوير انبوت ديفايس بيبقى اسوشيتد مع حاجه اسمها الانتربت سيرفيس ايه روتين. اول ما الديفايس ده بيحتاج الاتنشن بتاع البروسيسور بيجنريت له انتربت، فيرسبند البروسيسور بانه ايه يعمل حاجه اسمها انتربت فيكتورنج ويران الاي اس ار اللي اسوشيتد مع الايه مع الهاردوير ده. من هنا بيبتدى يظهر الكونسبت بتاع الانتربت دريفن ايه ابلكيشن. في بعض الليتريتشر بيسموا الكلام ده فور جراوند باك جراوند ايه سيستمز. ناخد بالنا بس ان لازم ناخد احتياطنا والانتربتات ايه موجوده. الفكره ايه ان انت ممكن يكون محتاج عندك سيناريو الاي اس ار بيباصي داتا للايه للسوفت وير بتاعي. فتعالى نتخيل كده ان في شيرد اريا، الشيرد اريا دي في وقت ما الابلكيشن بتاعك بيرن وبيستخدم الداتا اللي جات له من اي اس ار رن قبل كده، في وسط ما بيرن لو حصل انتربت، الانتربت دايما بيبقى عنده هاير بريوريتي عن الايه عن السي بي يو. فالاي اس ار لما هيرن يبتدي يكتب نيو داتا، فهيحصل ان في داتا موجوده في الشيرد اريا انكونسيستنت، فبيحصل ايه كوربشن. يجي السوفت وير يكمل رننج يبقى عنده نسخه من حبه داتا قديمه على حبه داتا ايه حبه داتا جديده. زي ما قلنا الاركتكتشر دي ساعات بيسموها الفور جراوند باك جراوند ايه سيستمز، وليها اسم تاني اللي هو المالتي ريت اكزيكتيف وذ انتربتس. الفكره انه بدل ما كان بيهندل الانبوت اوتبوت باي بولينج بيهندله عن طريق ايه الانتربتس. طب بيعالجوا ازاي المشكله اللي فاتت؟ عن طريق حاجه اسمها الدبل ايه الدبل بافرنج مع اللوكينج. طيب ايه موضوع الدبل بافرنج ده؟ ان الاي اس ار لما بيجي بيكتب في ايه في بافر، الابلكيشن وهو شغال بيقرا من بفر ايه تاني، وفي لحظه ما بيحصل ايه سويتشنج، بحيث ان انا اضمن ان ايه ان الابلكيشن بتاع ما بيقراش من نفس البفر اللي بيكتب فيه الايه الاي اس ار لو وقفه. اوكي طيب برضه من بعض الحاجات الميكانيزمز اللي بتتعمل اللي موجوده هنا في الكود ان هو لما بيجي ينقل من بفر لبفر لازم في العمليه دي بتتعمل لازم يبقى ضامن ان الانتربتس مش هتيجي. فهنا بيستخدم تو يوتيليتيز، واحده اسمها ديسيبل انتربت، واحده اسمها انيبل ايه انتربت في لحظه ما بيعملوا البفر سويتشنج ايه بس. طبعا العمليه دي عمليه قصيره فبتعمل ديسيبلنج الانتربت لفتره ايه قصيره جدا. اوكي ستيل الشيرنج الداتا امانج تاسكس اوكي، بس هي الفكره ان احنا بنعمل موضوع الدبل بافرنج ده عشان نشير الداتا ما بين الاي اس ار ومجموعه الايه التاسكات. ستيل الانبوت اوتبوت ممكن يبقى بولد وانتربت ايه دريفن، ممكن يبقى في ميكس ما بين ايه الاثنين، ما هياش بيور بولينج ما هياش بيور ايه انتربتس. طيب فكره الانتربتس انه بيسرع الريسبونسفنس للانبوت اوتبوت ايه اوبريشنز. اوكي ده على الليفل بتاع الهاردوير. اوكي طب لو انا عايز اعلى بالريسبونسفنس لازم يبقى عندي طريقه ما اقدر اغير بيها الترتيب بتاع التاسكات بتران ايه بتران بي. اوكي في هنا ابتدى يظهر الكونسبت بتاع البريمتيف ايه سكيدولينج. ناخد بالنا ان كلمه بريمت غير كلمه ايه انتربت. كلمه انتربت المقصود بيها اللي بيوقفني ايه اي اس ار، كلمه بريمت اللي بيوقفني معناه اللي معناها اللي بيوقفني تاسك ثانيه موجوده فين في السيستم. طيب عشان اعمل بريمتيف سكيدولر دي حاجه كومبلكس، لان هي حاجه المفروض تقدر تهندل اللي تقدر تغير ترتيب التاسكات اللي بترن جوه السايكليك اكزيكتيف على حسب الايه على حسب النيد. ستيل برضه في البريمبتيف سيستم البولينج والانتربتس كان بيوزد عشان ايه اكسس الانبوت اوتبوت ايه ديفايس. اوكي تعالوا نبص على اكزامبل يعني ايه كلمه بريمبتيف سكيدولينج. تعالوا نتخيل كده انا عندي تاسك 1 بترن، تاسك 1 وهي بترن حصل سكيدولينج، فموجود عندي تاسك 2 ليها هاير بريورتي هي اللي هتاخد الايه السي بي يو. اللي حصل هنا اسمه ايه بريمشن، لكن لما اللي وقفني انتربت اللي بيحصل هنا ايه انتربشن. بعد ما تاسك 2 بتخلص السكيدولر بيحدد مين اللي هيرن، فممكن يرجع لتاسك واحد ايه تاني لان البريوريتي بتاعتها ايه اقل. مين يبريمت مين اللي بيحدده حاجه اسمها الايه البريوريتي، ده رقم السكيدولر منه بيعرف مين اهم من ايه من مين. ناخد بالنا من السيناريو اللي مرسوم ده ان لو تاسك واحد وتاسك اتنين الاتنين بيأكسسوا شير داتا، الاكسس بتاع الشير داتا نفس المشكله اللي حصلت ما بين الانتربت
اللي كان عنده هاير بريوريتي من التاسكات هتحصل ما بين التاسكات اللي هي هاير بريوريتي مع التاسكات اللي هي لور ايه بريوريتي. عشان كده الاوبريتنج سيستمز او البري امبتيف سكيدولرز بيبقى فيها ميكانيزم تو بروتكت اجينست المواقف دي. من الحاجات اللي بتبقى موجوده في الكومبلكس سكيدولر حاجه اللي بنسميها الانتر تاسك كوميونيكيشن، ازاي الداتا او الداتا هتنقل من تاسك لايه لتاسك. حته الشيرد فاريبل از نو لونجر ايه فاليد نتيجه البريمشن. في طريقه ان بيبقى الداتا ترانسفير ديستركتيف والرايتنج ايه نون ديستركتيف. ايه المقصود بكلمه ديستركتيف ريدنج؟ المقصود بكلمه ديستركتيف ريدنج ان لو في تاسك قرت الداتا محدش تاني يقدر يقرا الايه الداتا. النون ديستركتيف رايتنج معناها انها لما بتتكتب بتتكتب ما بدت ايه ما بتتمسحش الا ما يحصل عمليه ايه قرايه، هتفضل طول عمرها ايه موجوده لو اتكتبت مره ايه مره واحده وعمرها ما اتقرت. بعض الاكزامبلز اللي موجوده المسج كيوز او الميل بوكسز او البايبس، دي داتا تايبس تبقى موجوده في الاوبريتنج سيستم تقدر تهندل الايه موضوع الداتا ترانسفير. النوع الثاني من الداتا ترانسفير في حاجه اسمها ديستركتيف رايتنج نون ديستركتيف ايه ريدنج. المقصود بكلمه ديستركتيف رايتنج ان انت لو كتبت داتا وجيت تكتبها تاني هتتكتب على نفس المكان الاولاني فالداتا ممكن ايه تطير. المقصود بكلمه نون ديستركتيف ريدنج انك لو قريت الداتا اكتر من مره هتفضل كوبي منين من الداتا. اوكي طيب زي ايه مثلا؟ زي الريل تايم اوبريتنج سيستم بروتكتد جلوبال زي الانفايرمنت فاريبلز الموجوده مثلا على الويندوز. اول حاجات اللي بتبقى محميه عن طريق ايه ميوتشوال اكسكلوجن ميكانيزم. المقصود بكلمه ميوتشوال اكسكلوجن ميكانيزم ان مفيش حد يقدر ياكسس الاريا دي غير واحد اتا ايه اتا تايم. بعض الطرق بتاعه الكوميونيكيشن برضو اللي مش انفولف داتا حاجه اللي بنسميها النيجاتيف سينكرونايزيشن او الميوتشوال ايه اكسكلوجن. انا باكسس حاجه شيرد الحاجه الشير دي ما ينفعش اكسسها غير ايه غير تاسك واحده اتا تايم. بعض الاوبجكتس اللي بتبقى موجوده من الاوبريتنج سيستم اللي بتهندل حاجه زي كده اللي هي السيمافورز والايه والميوتكسس. النوع الثاني من السينكرونايزيشن اللي ما فيهوش داتا ترانسفير بيسموه البوزيتيف سينكرونايزيشن، وده الاسم التاني بتاعه الايفنت سينكرونايزيشن. حاجه زي ايه الاوبجكتس المشهوره ايفنت فلاجز كونديشن فاريبلز وايه والسيجنلز. بكده نبقى خلصنا ايه التوبيك الثالث في موضوعنا في كورس الانترودكشن اللي هو ايه امبيدد سوفت وير.